هنكمل مع بعض الشيت بتاعنا. بعد ما خلصنا الفن الكوبتي هندخل على فن النسجيات، وهو صناعة النسيج. صناعة النسيج من الصناعات القديمة. أول من غزل الصوف كان راعي زمان، لقى قطعة صوف على الأرض، أخدها وقعد يلفها على صباعه، ومن هنا جت اللي هو صناعة النسيج أو الغزل الصوف. وكان من أبرز الفنانين اسمه فنان ويصة واصف، اسم الفنان ويصة واصف، ده كان في قرية الحرانية بالهرم. النسيج البسيط ده نسيج اللي بتعمل على النول العادي خالص، نول زي البرواز كده، وده من أبسط أنواع النسيج، كان بيبقى بخيوط الصدى وخيوط اللحمة. النسيج الوبري، عرف السجاد الوبري في مصر القديمة، ويعتبر الصينيون هم أول من أنتجوا النسيج الوبري. خلاص، أماكن إنتاج النسيج: قرية الحرانية، قرية شبرمنت، قرية كرداسة. هم دلوقتي ما بيقولوش كلمة قرية، بيقولوا كرداسة، شبرمنت، الحرانية، لكن هي دي الأماكن المنتشر فيها صناعة النسيج. مين هم المهتمين بفن النسيج؟ رمسيس ويصة واصف، ركز في الاسم ده، ده المهتم بصناعة النسيج ومن أول من جربوا تجربة النسيج. أشغال بخامات بيئية، يعني الحاجات اللي ممكن أعملها بخامات البيئة، الشنط، المفارش، الحصر، المعلقات، الستاير، أشغال الجريد والغاب ونبات الحلفة، بعمل بيه الأسرة، الأسرة اللي هي السراير والكراسي والسلال والنعال. استخدمت الزخارف الأدمية والهندسية والطيور في إنتاج الحصير. وعندي حاجة تانية اسمها الجريد. الجريد ده نوعين، صعيدي وبلدي، ويصنع منه الأقفاص والكراسي والمناطد. المناطد يعني الترابيزات والأسرة اللي هي السراير. تشتهر مدينة منوف بصناعة الجريد والأنتريهات المصنوعة من الجريد. يبقى المدينة اللي بتشتهر في الجريد هي مدينة منوف. بعد كده عندي البوص، ينمو على ضفاف النيل، اللي هو معروف دلوقتي بالبامبو. كان زمان بيقولوا البوص، دلوقتي ما بيتقال عليه البامبو. ده بيقوم بيعمل بصناعة ايه؟ المزمار، الناي، الديكور، السلال، اواني الزهور، الشمعدان، قاعدة الاباجورة. يبقى ده اللي بستخدمه بستخدم فيه البامبو. النخل يعتمد عليه الصانع الريفي في السلال والحصير والأطباق. يبقى هو بيعرفك الحاجة وبيعرفك أنا ممكن أعمل بيها إيه. طب الجلد والعظم والقرن، العظام اللي هي العظام بتاعت الحيوانات، والقرن اللي هي القرون بتاعتهم. والجلد، عرف الإنسان الأول الجلد حيث صنعوا منه قربة الماء. كان زمان قوي وكانش بيبقى فيه مية، وكان فيه حاجة اسمها قربة مية، دي كانت بتتعمل بالجلد، وكانوا بيحطوا فيها المية، وكانت بتحفظ المية ما بتبقاش وحشة، وكانوا بيلف عليها على البيوت ويدوا كل بيت المية اللي هو محتاجها. أنواع الجلد إيه؟ جلد بقري، جاموسي، ماعز، وجلد الثعبان، وده من أغلى الأنواع، وجلد الغزال. ويمكن إضافة خامات أخرى عند التشكيل بالجلد زي الخرز، الودع، الفصوص. تلوين وطباعة الجلد، بلون الجلد بالوان فلوماستر ثابته، يعني الجلد ليه الوان معينه، مش الوان فلوماستر بتاعتنا العاديه، لا، ليه الوان معينه لازم تبقى ثابته عشان ما تطلعش. الحرق على الجلد تستخدم كثيرا، وينفذ بها رسوم وتصميمات، تصميمات هندسيه، اسلاميه، شعبي. ودي بآله اسمها آله الحرق، وبستخدمها كاني برسم على الجلد بالقلم، بس لازم طبعا اتحكم في ايدي وانا برسم. طريقة التفريغ والتركيب، هما طريقتان. الأولى تفريغ، يعني ممكن أفرغ بالقطر، والتانية التركيب، اللي أنا ممكن أحط لون تاني. يعني أنا عندي لون أساسي للجلد، أفرغ بالقطر وأحط من تحت لون تاني. التدكيك والتطفير، إن أنا أخرم بالخرامة أو الزومبا، الزومبا دي اللي هي برضو اسمها الخرامة، وأعمل بشرايط رفيعة، أبدأ أدكك وأضفر في قلب الإخرام اللي أنا عملتها دي. العظم والقرن، ان انا احفر عليه على العظام، بس طبعا بعد غسلها وتنظيفها وتطهيرها، وابدا اشتغل عليها بالحفر. عندي برضو بقيه الشيت. انا كده خلصت منهجي، بس عندي بقى حاطه لك سؤال باجابه.
ما هي أنواع الفنون التي مارسها الفنان القبطي؟ عمل مشغولات عديدة مثل الحفر على الحجر والأخشاب والنسيج الفخار. هتقرأ كل سؤال بإجابته. طبعا زي ما قلت لك ركز لي على الألوان. إيه هي الألوان الأساسية؟ الألوان السنوية اللي هي الأخضر، البرتقالي، البنفسجي. إيه هي الألوان السخنة؟ الألوان الباردة، الألوان المحايدة. في هنا عندي غلطة اللي هي كلمة البني عشان مش واضحة، أنا وضحتها لكم. الرمادي. خلاص حاطه لك نموذج الامتحانات. استلهم الفنان الشعبي أعماله من الأساطير والقصص الشعبية، صح. اللون الأخضر مكون من الأزرق والأحمر، غلط، لأن الأخضر مكون من الأزرق والأصفر. اللون الأصفر من الألوان الأساسية، ده صح. اللون البني من الألوان الأساسية، غلط، لأن اللون البني من الألوان المحايدة. يظهر الفن الشعبي في تزيين واجهات المنازل النوبية، طبعا صح. الامتحان التاني، نموذج الامتحان التاني، الأزرق من الألوان الأساسية، صح. من رموز الفن القبطي شجرة الحياة، صح. البنفسجي من الألوان السنوية، صح. صح، خلي بالك عشان دي الولد يعني الامتحان ده متصور، فالإجابة دي كده في غلط. البنفسجي من الألوان السنوية، صح. من رموز الفن الشعبي الحصان، صح. عند خلط الأحمر مع الأزرق ينطق الأخضر، غلط، لأن عند الخلط الأحمر مع الأزرق ينتج اللون البنفسجي. ودي كانت شتنا كله. إن شاء الله بإذن الله الامتحان هيبقى سهل وبسيط، وأنا كده وضحت كل النقط المهمة في الشيت، وبالتوفيق إن شاء الله.